يا بت خد انت المناديل وخليني نقعد مكانك احسن انا مش قادره اسند طول. ما تنفعيش يا اختي. ليه بقى؟ بتطفشي الزباين. زباين؟ اسم الله على الزباين. ربنا يتوب علينا. الله 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 الله. يا اختي ده شوف الجدع بيصغر لي ازاي. بركه ان في حد بيبص لك ولا بيعبرك حتى. يلا يا اختي شوفي وراكي ايه، احنا مش ناقصين خناقه على الصبح والبلديه تيجي تلمنا بالاونطه. اه يا اختي ايه؟ جالك فزع عليا كده ليه؟ تكونيش فاكره نفسك بتشغليني ولا بتشغليني؟ اشغلك واشغل عشرة زيك، قوليلي بعتي بكم من ساعه الصبح؟ انت هتحاسبيني ولا ايه؟ ما قصفت الرقبه. بكره امك تيجي تقعد مكانك، تبقى وريني بقى همتك. ست هاني. صباح الخير، ازيك يا نجوان؟ الحمد لله يا ست هاني، نحمده. اخبار عم حلمي ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. مش تقولي له بقى يشد حيله عشان يقوم يشوف شغله؟ ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب. كتر خيرك يا اميره يا ام الكرم. يا رضا رضا الحمد لله. الهي ربنا يسترك دنيا واخره يا رب. الشاي والسكر اللي واخدينه شوكك ولا ضيفت اللي يسوى اللي ما يسواش؟ يمي لسانك يا ام غويل، الدور والباقي عليكي. شوفي بعتي كام علبه طول النهار. اخرسي يا بنت الدويه، ابوكوا عيان مش ناقصين همسه. ايش؟ الفلوس دي مش بتاعتنا، سيبها بقول لك. روحي. مش فلوسنا يا مفتري يا ضلال. يا واد حرام عليك يا ولا، الفلوس دي شايفه اخواتك طول النهار يا ولا. عشان بعد كده تبقوا تكذبوا عليا وتقولوا معناش فلوس. انت اصلك بلطجي وما بتحسش. عارفه كده؟ اديك صحيت ابوك. هات يا ولد، هات الفلوس هنجيب دواء لابوك يا ولد. اوعي الله. يا ابني يا ابني لم نفسك وخد لك راجع يا ابني. ويلم نفسه ليه؟ ما دام مش لاقي يكسر له دماغه. هات يا ولد، هات الفلوس يا ولد. بقول لك اوعي. والله العظيم حد يقربني ياخدني اعمل لكم جنايه. يا ساتر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر. اللهم اجعله خير يا رب. أعوذ بالله. الحمد لله. الحمد لله.
ماما 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 اصحي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا امال في ايه؟ يلا يا ماما الفاد ردا وعز الزمان وجاي. ما بلاش المشوار ده يا امال. يا ماما انا بس عامله عشان اخواتي. وهم مالهم؟ حضرتك هتعملي المشوار ده عشاني انا. استغفر الله العظيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بتعملي ايه؟ بلم الفرشه. هلمها انا. اصلك بتحطي ايدك في حاجه قوي. يا ماما يلا ورانا سفر. يلا يا ماما البسي. مش هلبس الا لما اتوضى واصلي الفجر. مش هروح يا امال مش هروح. مش هتروحي يعني ايه؟ هو احنا مش اتفقنا؟ انا ما اتفقتش معاكي على حاجه. انت عايزاني اسافر لابوك اجيب لك فلوس وانا بقول لك مش هسافر. اللي عايز يجيب حاجه يجيبها بنفسه. بقى كده يا ماما؟ ايوه كده. ولو روحك في طلبك ده مش هروح. ليه بقى؟ هو احنا مش المفروض ولادك ومصلحتنا تهمك؟ مصلحتكم تبصوا على قدكم وتعيشوا بالحلال زي ما عشتوا طول عمركم. من امتى حلمي منظور ده يبقى ابوكم؟ ايه اللي غيرك كده يا ماما؟ ربنا هداني. مش بعد صبر السنين دي كلها هتيجي بنت من بناتي تضيع عليا كل اللي عملته عشان طمعها وعينها الفارغه؟ خلاص يا ماما مفيش داعي للكلام ده. بس انا عمري ما طلبت منك حاجه ومش عايزه حاجه بس عشان خاطر تروحي المره دي. يعني يا ربي بنت زي دي تحكم رايح عليا وتبهدلني كده؟ انا بهدلتك يا ماما؟ عايزه تقعديني جنب ولادك؟ مش هروح يا امال مش هروح. عايزه تروحي انت اتفضلي. عايزه تروحي فين يا امال؟ اللي صحاكي بس يا خالتي. ادخلي نامي احنا لسه الفجر. ولما احنا وش الفجر بتعملوا ايه؟ انتوا بتتفقوا على مين؟ على رشدي؟ الله يرحمه ويحسن اليه. يا خالتي عشان خاطري عشان خاطري ادخلي نامي. طب افهم بتعملوا ايه في وقت زي ده؟ وبعدين ايه اللي فاتك ده؟ انت رايحه فين يا سعديه؟ يا خالتي بقى ما هو مش معقول كده. هتبقى انت والزمن عليا. خشي نامي علي. بنت وحشه. ها يا ماما جرى ايه؟ انت مالك مسببه لنا الرعب كده؟ ايوه طبعا ما انت عايزه تصحيهم عشان يقعدوا يعملوا لها قعده. لا قعده ولا غيره. فكرتي هتعملي ايه في الجدع اللي جاي ده؟ انا برضو اللي هفكر يا ماما. ما انا مش هروح. لو عايزه تسافري خشي البسي عشان تروحي مع ابن عمك. والله ما انا عارفه مين المفروض يسافر. انا ولا انت؟ لا انا ولا انت. خلي بالك انت كده بتحطيني قدام الامر الواقع. يا ريتك يا اختي ترضي بالواقع اللي بتقولي عليه ده. حاضر يا ماما حاضر. صباح الخير. صباح الخير يا عز. والدتك جاهزه؟ لا يا عز امال هي اللي هتروح معاك. الله. طب وليه التغيير ده؟ لا ابدا اصل تعبانه شويه وهي امال فيها البركه. مين اللي جاي سعدي؟ رشدي؟ يلا يا عزة خلي بالك منها يا عزة. طمني ان شاء الله تروح وتيجي بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. سلام عليكم. عليكم السلام. الله مين ده يا سعدية؟ رشدي؟ ربي لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. جرايه يا سعدية انت هتسيبيني هاتي كده للصبح يا وليه؟ لا يا علي مش رشدي. مش انا قلتلك خشي نامي؟ انا عايزه اعرف مين اللي خرج مع بنتك دلوقتي؟ هقولك يا علي بس في اوضتك. وش معنى في اوضتي؟ ما تقوليلي هنا في الصال. انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده؟
وبنتك كده خرجت من الصبح راحت على فين؟ ومين اللي كان معاها؟ راحت لابوها مع عزة ابن عمها. ابوها ايه؟ انت بتخرفي يا وليه انت؟ ابوها ايه؟ هو ابوها لسه عايش؟ يويا عليا ما تفوقي بقى، جرى ايه؟ ابوها حلمي. لسه عايش. طب وهي رايحه له ليه؟ راح تطلب منه فلوس. معقول؟ وانت بقى موافقه على حاجه زي كده؟ هعمل لها ايه اكتر من كده؟ البنت محكمه رايها تروح لابوها عشان يساعدها في جوازها. وتفتكري حلمي هيدي لها حاجه؟ الله اعلم. ما انت عارفه حلمي، هو يعني مش عارف ان عنده ثلاث بنات رميهم العمر ده كله؟ تلاقي عروسته هي اللي لهيه عنهم. عروسته يا ستي يتهنى بيها. اما هو اشتري الفطار. فطار؟ فطار ايه يا ام فطار؟ هو انا كل ما اجيب لك سيره الحكايه دي تقعدي تعيطي في اوضتك؟ اعيط؟ اعيط على ايه ان شاء الله؟ منه لله اللي كان السبب. انا مش عارفه ايه اللي خلانا نجيب السيره دي على الصبح. كتير يا حلمي، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ مالك يا حلمي قاعد كده ليه؟ ايه يا حلمي؟ انت هتفضل قاعد ساكت كده؟ في انت بتضحك على ايه؟ مش فاهمه حاجه. جراي حلم يا سلام. الله، اصل حلمت حلم غريب شويه. يا سلام، هو ده اللي مصحيك بدري كده؟ تعرفي الواحد وعش الصحيان بدري قد ايه بيبقى الجو مختلف عن اي وقت تاني. يا سلام، ايه الشعريه اللي انت فيها النهارده دي يا حلمي؟ لا 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 لا، يا ربنا يكتر من احلامك اللذيذه دي عشان بتبقى فيها زي العسل. ماما يا ماما، امال انت يا امال، احلام انت يا احلام. صباح الخير يا هند، في ايه؟ ماما مش في اوضتها، تكون راحت فين؟ عند طنط. مش معقول. صباح الخير يا خالتي علي، ماما عندك؟ عليا ما تعرفيش ماما راحت فين على الصبح كده؟ سافرت لرشدي. يو يا خالتي عليا، الله يرحمك يا عم رشدي، ده كلام تقوليه على الصبح؟ جرايبك يا احلام، دي برضه صباح الخير بتاعتك؟ مش تشوفي انت بتقولي ايه يا خالتي؟ ما شفتيهاش صحيح؟ ما انا قلت لك يا بنتي يا هند، عمك رشدي خبط على الباب الفجر وخد امك واختك ومشي. يا وحشين. ما انا اصلي نزلت اجيب فول، الزهر الدماسه اتطفت على الفول فكان ني. ماما امال راحت فين؟ سافرت لابوك، راحت مع عزة من الصبح. وليه سبتيها تسافر يا ماما؟ حد بيقدر على اختكم؟ تعرفي ايه
مصر عشان تسافر. المشكلة مش في كده يا هند، المشكلة انها هتقلب علينا المواجع تاني. والله يا ماما كنت فاكراها بتحاول تقنعك عشان تروح انت. خلاص بقى يلا روحوا البسوا هدومكم عشان تلحقوا تفطروا. بس تسمحي لي بقى اقول لك ان انتوا اللي غلطانين. ليه بقى؟ يعني ما تزعليش مني، اللي انا عارفه يعني اللي انتم فيه ده اللي اعرفه ان يعني انتم مقاطعين حلم بيه. امي بتقول لي انه ما بيسالش هو كمان علشان يعني ما بيلاقيش وش حلو ولا كلمه طيبه. الكلام ده كان زمان يا عز لما كنا صغيرين. ابويا بقاله 15 سنه ما دخلش. طب ما هو كان في اكتر من فرصه علشان تروحوا له. نروح له ازاي يا عز؟ اسكت 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 اصلك ما تعرفش حاجه. انت بتسافر في الميعاد ده كل شهر؟ بروح ازور ابويا وبعدين ممكن افوت على عم سالم وبعد كده ارجع. بتشوف ابويا؟ مره شفته في مكتبه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. صاحب الشركه، شركه ايه ده؟ شركات ومصانع، ربنا يزيده يا رب. ده انا مره تانيه بقى شفته وهو نازل لسه من مكتبه وبيركب الاسانسير. قلت اروح اكلمه، جيت اروح مش عارف وقفت ليه، رجلي اتسمرت في مكاني. ليه بقى؟ هو بابا بيخوف كده؟ هو مش بيخوف، هو عليه هيبه. وبعدين الامن بقى اللي حواليه، الناس اللي حواليه دي يخلوا الواحد جسمه يقشعر. مفيش فايدة، اللي فيه طبع ما يبطلوش أبدا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. أمال وليد فين؟ نزل حالا يا ماما، ما أنت عارفة بقى رياضة الكسلان. لازم نسمع الكلام اللي يفرز ده على الصبح. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. وليد. حاضر يا ماما، بس أنا مش فاهم الواحد يقرأ الجرايد والمجلات إمتى؟ الجرايد ما تتقريش على السفرة، مش كل يوم هنقول الكلام ده. بابا صباح الخير. ماما بتكلم حضرتك. قلنا بابا اتعود على عادة سيئة، مش لازم نعمل زيه، مش كل يوم هنقول الحكاية دي. إيه اللي أخرك إمبارح؟ يا بابا ما أنا استأذنت، وبعدين أنا قلت لماما إن أنا هتأخر. تاني مرة مفيش تأخير بعد الساعة 10، مفهوم؟ بابا بس يعني انا ما بهرجش دلوقتي، اللي بقوله هو اللي يتنفذ. حاضر يا بابا. على فكره انا جايز لاخر النهارده شويه بعد الظهر، سامح هيعدي عليا عشان نشوف شقه في الهرم. في الهرم؟ وايه اللي هيسكنك في الهرم من اولها كده؟ وعلى ايه يا ما؟ خليه يجي بس معاكي وانا اقنعه ياخد شقه من عند بابا. احنا اتفقنا على كده يا ماما، وبابا وافق قبل كتب الكتاب. والله انتوا حرين، انا مش فاهمه، شباب اليومين دول غاويين تعب. ابو ايه يعني؟ ما الناس كلها عارفه ان بابا عنده بدل الشقه. ممكن تسكت انت؟ حاضر يا ماما هسكت، بلاش اقول رايي، بس بكره بقى كلكم تقولوا يا ريتنا سمعنا كلام وليد. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خلي بالك وانت بتسوق. حاضر يا ماما. يعني ما بتقولش حاجه في موضوع مها يا حلو. هقول ايه؟ هو مش سامح وابوه اتفق انهم يجيبوا الشقه واحنا نجهز؟ خلاص، ايه المشكله؟ وهنسيب ما هتسكن في الهرم؟ مش لما اشوف الشقه الاول ومكانها. الحمد لله. سيد نعم سعاده البيت، هات القهوه بره اتفضل. انا مش فاهمه الجرايد فيها ايه النهارده. لسه زعلانه يا ماما. روح انت افطري وراكي شغلك. كلام خلاص ما منوش فايده. انا مش ممكن اسيبك وانت متضايقه كده. صرت
غلطة أنا في إيه عشان تركب دماغها وتجري ورا فلوس أبوها؟ ده أنا كنت بضيع عمري هدف السنين دي كلها اللي شفت الذل عشان أربيكوا ما كان لهاش لازمة. إزاي بس يا ماما؟ ما هو أختك أول ما احتاجت نسيت أمها واللي عملته عشانها السنين دي كلها وجريت على أبوها تقول له الحقني يابا قاتلي يابا وهي عارفة هيجيب لها إيه وهيلحقها بإيه. تربية إيه دي بقى؟ ده ولا كأني عملت لكم حاجة ولا كأني حامدكم السنين دي كلها منه ومن فلوسه. الناس كلها عارفة أنت عملتلنا إيه وشايفاه ومقدراه. وبعدين أنت عندك بنات تفتخري بيها. صدقيني يا ماما أملها تراجع نفسها وهتعرف إنها غلط وأنت عارفة ظروفها وهتقدريها وتعذريها. ومين هيعذرنا أنا يا أحلام اللي ضيعت شبابي كله هدر؟ ما انا كنت سيبته يصرف عليك وهي مسؤوليته. ايه اللي خلاني احميكوا منه ومن فلوس الحرام غير اني عايزاكوا تاكلوا لقمه نظيفه؟ تقوم تجازيني بعد ده كله بعد ما وقفت على رجليها واشتغلت وتروح تمدله ايدها وتقول له هات؟ خلاص بقى يا ماما. انت يا ست احلام يلا عشان نتاخر. بتعملي ايه عندك؟ حاضر حاضر يا هند. ماما انا هاخد اجازه النهارده واقعد مع حضرتك. لا ملوش لازمه روحي انت شغلك انا كويسه مفيش حاجه. طب ممكن ما تزعليش نفسك؟ مفيش حاجه تستاهل يا ست الحبايب. قربنا نوصل يا امال. هتعرفي ترجعي لوحدك؟ طبعا. بس انت هتقعد في مصر تعمل ايه لوحدك؟ لا ولا حاجه. انا بعد ما اوصلك هروح ازور عمي وبعد كده اروح ازور ابويا. طب مش واجب برضه كنت ازورهم معاك؟ لا لا ده مشوار متعب وطويل قوي. انت تروحي على طول. ده انا يمكن حتى ما اعرفش اروح النهارده فهيبقى بكره. يا ريتك يا احمد معايا كان زمانك شجعتني دلوقتي. لا منك لابوكي احسن استاذ احمد يعني ولا مؤاخذه ابوكي ما يعرفوش خصوصا ان انتوا ما عزمتوش على كتب الكتاب. يلا يا عم حسين البيه زمانه نازل. مش معقوله التراب اللي في الجو ده يا صديق عاوزه تنظيف كل ساعه. ما تكلمناش بيه بقى يا عم حسين. ما تكلمه انت يا صديق. لا ده بيحبك وما بيأخرلكش اي طلب. طب بس تيجي فرصه وانا اكلمه. حلمي حلمي. ايه يا نجوان مالك في ايه؟ قريت الخبر ده؟ اه يا ستي قريته. ايه تعرفي الحوت المفترس ده؟ حلمي انت هتهزر. لا ما بهزرش انا بتكلم بجد. يعني ايه عادي انهم يصادروا الملايين دي كلها؟ دلوقتي يا نجوان ده بقى خبر عادي. انت قلقانه ليه بس؟ يا حلمي ارجوك ما تاخدش الامور بالبساطه دي واعمل اللي قلت لك عليه. يوه وبعدين معاك يا حلمي قلت لك 1000 مره اكتب فلوسك كلها باسم اي حد من العيله باسم ولادك باسم اي حد غيرك. ايه ده؟ كل ده ولسه مش عارفاني يا نجوان؟ كل السنين دي وفاكره ان انا حرامي زي الراجل ده؟ وهو اللي اتقبض عليه ده وصدره اموال وكان حرامي. انا مش فاضي للكلام ده. يا حلمي انت مش عاوز تفهمني ليه؟ من فضلك يا حلمي القوانين المسموح بيها النهارده بكره بتبقى حاجه تانية. ارجوك يا نجوان قفلي على الموضوع ده بقى. هي مش فكرتك من الاول؟ ايوه كانت فكرتي بس مش عشان كنت خايف لحسن يتقبض عليا. ايوه بس فكره صح. وبعدين يا حلمي اضمن انك توزع فلوسك ده مش اول واحد يصادره امواله. طيب يا نجوان بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. احنا لسه هنتكلم. صباح الخير يا عم الصديق. صباح الفل يا سعاده بيه. صباح الخير يا حسين. صباح الفل يا حلمي بيه. ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حلمي بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه يا سعاده بيه. مع الصديق. مع السلامه.
حضرتك باين عليك ما نمتش النهارده كويس يا حلمي بيه. الله، انت ايه اللي عرفك؟ شكل حضرتك، ما هو قله النوم بتبان اليوم كله. عندك حق يا حسين، عندك حق، بس انا جالي كابوس قلقني وطير النوم من عليا. خير ان شاء الله خير. وبعدين هتمضي العقود مع مندوب الشركات بتاعة شرق اوروبا وامريكا. روح انت بدال يا سالم. ما ينفعش يا حلمي بيه، وجود حضرتك مهم جدا. يا سالم انت معاك تفويض تحل محلي في كل حاجه. انا فاهم، بس هيبقى في مندوبين من السفارات ومحدش يقدر يمضي العقود دي غيرك. حضرتك عارف سالم بيه؟ سالم بيه ده يبقى عمي. طب بتاع حضرتك بطاقتي؟ اتفضل تحت امر. انا ده، لا ده انا ده. وصل مكتب سالم بيه. اتفضل. شاكرين. لو حضرتك عايزه تطلعي سالم بيه اتفضلي. لا انا مش عايزه سالم بيه، انا عايزه حلمي بيه. حلمي بيه؟ نقول له مين؟ امال مندور. طب اتفضلي استريحي. شكرا. حضرتك عرفته؟ لا معرفة. حضرتك قول له بس امال مندور. عندك ايه تاني؟ جات لنا ردود على الفاكس من كل المكاتب الرئيسية بعد تايوان. ما كلمتهمش ليه بس يا سالم؟ ما انت عارف هما ما بردوش بسرعة. لا لا لا، اذا ما ردوش النهاردة لازم تعمل اتصال بيهم. ايوه لازم نحدد ميعاد التوريد. حاضر. بالنسبة بقى لمصانع السيراميك. لا 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 كفاية بقى كفاية. عندك حاجة تانية مهمة؟ لا أبدا، بس أنا شايفك النهاردة يعني مش زي عوادك. إيه في حاجة حصلت؟ زهقت 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 يا سالم، اللي بنبات فيه بنصبح فيه. تحب تاخد أجازة تسافر بره تستريح شوية؟ ما أنت عارف أنا ما بحبش السفر. ده أنا مسافر مشوار اسكندرية ده بالعافية. طب تحب اسافر معاك اسكندريه؟ لا 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 خليك انت في شغلك. المهم الولاد بتوع السكرتاريه سافروا. اه سافروا من مده، كل حاجه جاهزه. طيب انا هنزل خلال نص ساعه. اسمع يا سالم، انا مش عاوز اي حد يزعجني دلوقتي. امرك يا حلمي بيه، امرك. عايزة ما حدش يزعل حلم بيه. ابن اخوك في مكتبك. ابن اخويا؟ ابن اخويا مين؟ يعني هيكون مين؟ عزت مندور. عندي هنا واحدة تحت عايزة حلم بيه. ما انا خايف تطلع قريبته. خلاص هطلب سكرتيري واشوف. هو في ايه؟ هو مش عايز يقابلني؟ ما تقولي وخلاص. لا ابدا يا هانم، ده اصل عنده اجتماع. حضرتك اتفضلي ثانية واحدة. اهلا يا عزة يا ابني. اهلا يا حضرتك. اهلا 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 يا عزة يا ابني. شكرا. ازيك؟ عامل ايه؟ واخبارك ايه؟ الحمد لله، انا كنت جاي بس ازور ابويا فقلت يعني اعدي على حضرتك يعني اسلم. اهلا وسهلا، اخبارك ايه واخبار ست الوالده ايه واخواتك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله يا عمي، البركه في حضرتك وفي اللي بتعمله معانا. ده حتى والدتي والله بعت لحضرتك سلام كبير قد كده. اهلا بيك اهلا بيك. ما تقولش كده، اشرب الشاي. اقعد اقعد يا حبيبي اقعد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انتوا كلكم كويسين؟ الحمد لله الحمد لله. ها في حاجة عايزك؟ في حاجة ناقصاك يا ابني؟ لا الحمد لله، بس انا كنت عايز اسأل على الشغل. مش قلت لك انت وراك مسؤولية دلوقتي، ما تقدرش تسيب بيتكم. لا بس هو كنت عايز افكر حضرتك. تفكر مين يا عزة؟ ده انت ابني ويهمني مستقبلك، بس المهم دلوقتي تبقى جنب والدتك واخواتك لحد الازمه دي ما تعدي وابوك يطلع بالسلامه. اصل هو يا عزة يا عزة يا ابني، انت راجل البيت دلوقتي والكل عارف انت بتضحي قد ايه. ها وجزائك
هيكون كبير قوي عند ربنا ان شاء الله. البيت تقريبا مش محتاجني، البنات الحمد لله اتجوزوا وما بقاش غير علي اخويا بس، وانا اقدر. تفتكر ممكن تسيب البيت من غير راجل؟ اخوك يخلص الاول وابوك يطلع بالسلامه، وشغلك عندي محفوظ ما تقلقش. سلم لي على والدتك. صباح الخير، ازيك يا نجوان؟ الحمد لله يا ست هاني، نحمده. اخبار عم حلمي ايه؟ كويس الحمد لله، الحمد لله. مش تقولي له بقى يشد حيله عشان يقوم يشوف شغله؟ ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب. كتر خيرك يا اميره يا ام الكرم. يا رضا رضا، الحمد لله. التعليمات اللي عندي بتقول ان محدش يزعجه دلوقتي. ده مسافر اسكندريه حالا. ماشي ولا اقول لك خليها شويه لحد ما اشوف هعمل ايه؟ انا واثق ان شاء الله ان ابوك هيطلع بعد نص المده، وساعتها هتكون الامور استقرت. انت زي ما انت ها ما عرفتش عزه. لا ما هو انا قلت هي ولا مش هي، بس يعني ولا مؤاخذه خفتي يعني لخبط يعني ولا حاجه. هي يعني هتكون اتغيرت في ايه هي؟ اصل ما يعني ما هو هي ولا انت خجلان من ايه؟ دي مرات عمك. اصبر يا عزت يا ابني، بكره ان شاء الله هتبقى واحد مننا هنا في الشركه. اصبر. بكرة ايه؟ اخرة التأجيل ده ايه يا عمي؟ عايزنا استنى سنين طويلة تاني. هو انا هفضل قاعدة كده كتير؟ لا حالا هطلعك، بس لو حضرتك تقولي لي عاوزة حلمي في ايه؟ عاوزة خلاص، هتطلعني ولا لا؟ ما انا قلت لحضرتك لازم اعرف سبب الزيارة. طب انت قلت له ان امال منظور تحت؟ قلت للسكرتيرة، وحضرتك جاية في وقت صعب وهو مسافر دلوقتي. من فضلك قول له وخلاص. حاضر، اتفضل. حلمي بيفوق؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. ما الناس كلها عماله بتقابله اهو. يا ست هانم دي ايه؟ هو الناس عندكم خيار وفقوس؟ انت عارف انا بقاله مين؟ يا ست هانم اللي طلعت قدام حضرتك دي تبقى بنته. طب ما انا كمان. ممكن تشوف السكرتيره بس قالت له ان انا تحت ولا لا؟ لا صحيح، انت ايه اللي جابك يا بهى؟ ابدا يا بابا، انا حبيت بس اعرف رايك ايه في حكايه شقه الهرم دي. يا بنت. لا والله يا بابا، انا لقيتك يعني ما علقتش، قلت اعد عليك اشوفك قبل ما اشوف سامح. يا حبيبتي انا ماليش راي خالص، دي حياتكم، قرروا اللي انتوا عاوزينه، وانا بقى هقول رايي في الوقت المناسب. حضرتك مسافر اسكندريه امتى؟ دلوقتي حالا، تيجي معايا؟ يا ريت يا بابا. خلاص احنا فيها، على الاقل الاقي حد يسليني في السك. ايوه يا بابا، والمواعيد اللي ورايا. عسل انا مسافر دلوقتي، اما يجي سالم بلغيه، واذا في اي حاجه خليه يكلمني في التليفون. حاضر يا فندم، مع السلامه. انت الظاهر عايز الخدومه تتفركش. ليه كل ده عشان معاد؟ ما اعتقدش ان سامح تافه من التفرجات دي. يا سلام، بريح حضرتك بعد ما احنا كنا معاكم. اللي يحصل لا انا مش قدك ولا قد ابوك، وبعدين دي حياتك انت اللي هتعيشيها وتقرري زي ما انت عاوزه. يلا ربنا يكرمك يا بابا.
تصوري انه ما عرفكيش. ياه للدرجه دي؟ قلت لازم بقى يجي يسلم. ازيك يا عزت؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا مدام عزه. على فكره يا سالي، حلمي بيه نزل. نزل؟ اه، وبنته كانت معاه. ما هي اصلها جايه معايا. اهلا وسهلا سالم. حلمي بيه قال لو في اي حاجه تكلمه في العربيه. غريبه دي. طب بعد اذنكم بقى، يعني استاذن انا امشي انا بقى. مع السلامه. بسلم لنا على الست الوالده. حاضر ان شاء الله. مع السلامه يا عزت. مع السلامه يا ابني. عزت لو عوزت اي حاجه يا ابني يبقى اتصل بيا. انت معاك التليفون؟ ها، معايا تليفون الحمد لله. متشكر قوي، متشكر قوي يا عم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. ولد طيب قوي، كل اللي من بلدكم كده. عزه، ايه مش هي دي الحقيقه؟ مين اللي بيلعب مع وليد ده؟ ده المنافس بتاعكم، جاي لك علشان تلعب معاه. يا عم بكلمك بجد، مين اللي بيلعب مع وليد ده؟ مش مصدق ليه يا ابني؟ تامر سليمان بطل حقوق بنفسه. ايه ده معقوله؟ وايه اللي جابه عندنا هنا؟ جاي يتعرف على المنافسين يا سيدي. وماله مستعجل قوي كده ليه؟ مش مستني البطوله؟ واقف، تعالى. ايه ده بقى؟ هيجرب فينا كلنا ولا ايه؟ مش في واحد بيلعب؟ وانت طايل؟ طب اجري ورينا هتعمل ايه. ايوه كوتش. يلا يا وائل عشان تلعب تامر سليمان وتشوف مستواه بنفسك. ايوه يا كابتن، بس ده مش خطر يعني؟ خطر. خطر ليه؟ ايوه انا لما العبه هعرف طريقه لعبه، بس هو برضه كده هيكشف ورقي. احنا لازم نختار بينك وبين وليد. يلا يا بطل بقى ورينا الهمه. لا يا كابتن بس كده يعني؟ مش عايز مناقشه، دي فرصه وجات لغايه عندك. اتفضل. استهدي بالله، مش هتقعد هنا ولا فيها واحدة. قسما بالله ما هتبات في البيت ده بعد النهارده. واطلع بره. اتفضل اطلع بره بدل ما اصوت والم عليك الدنيا واطلعك. والله اصلحك ولا يهمك. وبعدين ده بيت امي مش بيتك، مالكش فيه حاجه. تفهم منك ايه؟ ده سامي لو كانت هتموت. خد ما جايبك، بناتك مش عايزين منك حاجه، مش محتاجين لك. روح لحالك بقى، روح. لا مهما كان برضه يا سعادة، اللي خلاكي ترمي طوبة حلمي انه اتجوز عليك واحدة تانية. يا مفترية، من قبل ما يتجوز عليا واحدة تانية وانا رامية طوبة خالص. أبو كلام. لا يعني انت أول مرة تعرفيني؟ يعني هو انت مش بني آدمة من لحم ودم؟ معقولة جواز حلمي من واحدة تانية ما أثرش فيكي؟ الست لما بتكره ما بيهمهاش ايه اللي ممكن يحصل. يعني حبيتيه يا سعادة؟ يعني وجوزي. بيقولوا متجوزين وكل واحد يستنى التاني لما يموت عشان يخلص منه. انا لما اتجوزت حلمي في الاول كان عشان انقذ البيت ده واللي فيه. ابتديت واجب يعني، لكن بمرور الوقت دخل قلبي، قلت يا بنت ده نصيب ولازم تبقي ستر وقطع عليه. في الاول وفي الاخر انت تحت جناحي.
كان بالنسبة لي زي ما تقولي أمان، استقرار، ظهر أقدر أسند عليه. لكن لما تكتشفي إن كل ده بيضيع وإن كنت عايشة كذبة كبيرة، يبقى حب إيه بقى؟ كل حاجة ممكن تعدي دلوقتي، لكن بعد كده البنات مصيرهم يكبروا ويبقى لهم إخوات. إخوات؟ أمال أنت فاكرة إيه يعني؟ حلمي ما قدرش يحقق العزوة هنا، راح للي تقدر تحققها. طول ما انا عايشه مش هيبقى له صله بيهم ولا هيشوفهم حد. الزمن يا سعديه، الزمن. زمن ايه؟ انت مالك النهارده عامله لنا زي الناصح الامين كده؟ بكره تشوف يا سعديه وتقول ان عليا عندها نظر. الزمن ما بيخليش حد على حاله ابدا. البنت من دول دلوقتي عقلها صغير، لكن لما هيكبروا هيحطوك انت في كفه وابوهم في كفه. انا راضيه بالنتيجه، اذا كانت كفته هي اللي حطوه يبقى يتهنوا بيه. مش هتزعلي ساعتها؟ هيبقوا كبروا وعرفوا مصلحتهم فين. فضيها سيره بقى، انت قلبت دماغي. اما اروح اجيب لك علبه النشور تاخدي لك حبه عشان تصحصح. الحوت يمتلك 22 برجا سكنيا ولم يخطر مصلحة الضرائب عن حجم نشاطه وإيراداته وأرباحه، واستغل مهنته في التلاعب في رخص البناء. وده مش أول حوت ولا آخر حوت. وده معناه أن كل أصحاب العمارات والأبراج والمصانع دول نصابين زي ده؟ أنا ما قلتش كده. والمليار دلوقتي بقى شيء عادي جدا بالنسبة للأسعار اللي موجودة في العالم كله. ميسة ما تتدخليش في الموضوع دوت لحسن صبحي يفهمنا مليونيرات ولا حاجة. وهي تهمة يعني عشان كلمة مليونير؟ لا رشا، ما تاخديش الموضوع يعني بشكل شخصي. ايه؟ شخص؟ يعني قصده ان مشاريع باباكي كلها وتاريخه بتقول انه بعيد خالص عن اللي بنتكلم عنهم. لا ده انتم زودتوها قوي. ميسة، ميسة، رشا اسمعيني بس يا رشا. ايه هتجريني وراكي؟ عاجبك الكلام اللي بيقوله خطيبك ده؟ ايه ده يا رشا بقى، هو ما يقصدش اي حاجه من اللي بيقولها دي، انت بس اللي خدتي الموضوع بحساسيه شويه. اصلك انت مش عارفه صبحي ده قصده ايه من كل ده.